الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. نبدأ إن شاء الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مصنفين أكنج قسوا عبادة يرى رجاء التدير فتجدت رجاء خوف عباداته راهي جئ دبت إن شاء الله تعالى. نبدأ بتقسيم الخوف. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خوف جتون يوكين سودان بك سديتك أودا ما جتون سودا ونجي أمنكني ما ليو جتة انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وان نما هلاك صداته وهي صدا وان نما هلاك صدا وان نما ضرر صدا وان اذان ما غدو صدا وان كان قلبي خيست نما اوموت خوفي جاء مقايده. ربي سبحانه وتعالى اولياء الشياطين اولياء الشيطان لصداتنا ننجى: فلا تخافوهم وليوت شيطانه صداتنا كاهنه ساحره واهمتو اوفا هن صداتنا نمني ساحره صدات ربي تشركتيسه اسا فلفل نمني اسا واراق صدات ربي تشركتيسه نمني اوفا صدات اني مشركه مسلماتي ربي تشركتيسه جرا. فقال ربنا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن جركناكم كاهني إني وارد إني وفلفل فلفل فلفل أوفان واهمتون كجبدون أولياء الشيطان جام جال اللوت شيطانا والرين شيطانا ودي والتأيد لابوت تجروجي تشارا شيطانس ورى شيطانا والتأيد لقوت تجرس مال انت إناد في صداتنا. فلا تخافوا وخافوني إن كنتم. وترى اليوم كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام نما إسلام مات إفركس باي إذا قرتر يخاف بعضهم الكاهن وبعضهم يخاف الساحر وبعضهم إلى آخر قرين ثاني كان كاهن صدات قرين إساني كان فلفلتو واهمتو أوفا كصدات هنجروا من إسلامها كذي. إذن هذا الخوف شرك شركين أكا أمنا من قرتي أوفا صداتوسون ساحري صداتوسون كاهنة صداتوسون يا جماعة مالني شركين شركي كان أود سلام إسا صومن إسا زكاة إسا حجين إسا عبادة إسا كسارات بكتغنى كيستا إفباسني حواس باسو دندوكا نما بكتغنى الراقل كل الله تسومني إسا عبادة إسا صلاة إسا إسا فيدا قافة إني شركي راقل كل الله صلاة إسا فيدا صلاة إسا فرسيسون كيني إسا فيدا جيكتا واضي أيها الحبا. إذا خوفينكم بكتسريتك أوداما فكو خوفي عبادة كغرتيغا وان صداتو سن قبرو وان صداتو سن قدسو جيكتو. مثلا ربي كان نقدسنا نسودان سودان من سودان مالي ربي كان خبجنا مالي قدسنا مالي سودان يوجد لأننا نعظم الله. هذا الخوف عبادة ربي كان ونقدسنه لأن الله يعلم السر وأخفى ربي كوان أكتي واملتي بيكسا كهيتتي كي بيكسا كيوتي وابلتي تسكتو يوتي غاري دلدي في جنة قالت الرتسيكا كناف
odoo xubaa kellee taate odoon xubaa taatellee rabbii keeni sodaatta jechu mee fakkeenyaa fudhan inshaa allah ramadaan dhufaa jiraa miti tayyib namni tokko soomana qabaa jenna namichi soomana qabu kun kaatee ati mana kee yoo seen namni tokko mana san keessa yoon jiraatin hal yaraaka ahad nam tokko kasi argu ni jira mana kee keessatti si qofan mana seene eeboo sitti jira bishaantu mana keessa jira bishaan qabbanaa haani laakin tashrab ni dhugda hin dhugdu maaltu dhuguu san si dhorge jechuun liannaka tucazimu allaha watakhaf ati rabbi guddifta rabbi kee sodaatta sodaa khaaliqa keetiitu bishaan san dhuguurraa si dhorge هذا الخوف يسمى ماذا؟ سودان أتي سودان أتي إساجت تغرت سودان أتي بشان سودان بشان أقوس الأرجسون مال جميل على ما هذا عبادة سودان سن عبادة دي أما أجدت إذن سودان أكنا أكون سودان عبادة أكون لا يكون إلا لله تبارك وتعالى إذن هذا هو القسم الأول من الخوف قودة خوفي يوكا صدان التقودة متدين الرئي إني جل قبا إساكم خوفي مالي جنة خوف عبادة خوف عبادة وتعظيم خوفي لما فا يوكا صدان لما فا خوف طبيعي صدا طبيعة الجبلي صدا أمما جدت خلقوف كالخوف من السبع أكبرين صداته لين صداتو جوي أما لين أنا مني صداتا مو صدات ودو لين تيمة رفنم توقع ستيني أرغم جوي أن توقع دور بتاس كيسا بوتيو الرجل نما جوي ني صداتا نم توقع دوكو بنيسي ني جيرا خاق جيار كان قبول لي توقع دوكو نما جيرا هاتاو نمي تيكرتي غاوان اكنا صداتون ابيدو شفتاو عدوبي غراغرا نمني صداتا مو صدات كنين أكناكن صدان أكناكن مباح خوفا طبيعي يجي أمكن صداء مما نمنك أبو وجدت ربي إني أخاف أن يكذبون إن جنة نبي الله موسى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون ربي قسك ابتيوتا جئمت تنرى قافة دراسا إنم تقو أجيسي يون نبي يتا اي قوسا فرعونا كانت ارغمي وانساني جيتنا اجيسو جراتين اه سودات هذا خوف ماذا الخوف من العدو خوف ايش طبيعي وهذا حكمه شرعا ما هو جمع شريعات حكم نتامالي جائز مباح جامع جيتو الخوف الثالث خوف سدفانا الخوف المحرم خوفي حرام قد أماتي خوفي شريعة ملجون حرامي لكنه ليس بماذا شرك صدر كاشركين جيني لكنه إيش حرام وذلك كالقنوط من رحمة الله عز وجل أكا رحمة ربي را قرامرته وصداتي يا أبو أواب اللي سيتني را أني يمكن هالاني نقرتيقى مع سياو الجد انا ربي رحمتنا نقولو هذا خوف ايه محرم قنوط من رحمة الله وكذلك كطاعة المخلوق في معصية الله خوفا من ذلك المخلوق مخلوق وهيتو المنما وهيتو حرام كان هو الجد سينجي حرام الجد وقو سينجي وكان ما كلفك سينجيك نبيك أدوني أتي حرام تندلقو باتي ما يقتلك وما يضربك ويضربك وما إلى آخره وما تقولون دين وما نمت في أجاج قفاف مالقو تخاتي أعاقو تدلق دي جيتو لأننا قلنا أيها الأحبة فرق بين الطاعة وماذا والإكراه إكراه سنقوني سندركني سندركني لا سأججنانو ما طاعان متسني قوتي مع سيادة لك مثلا قال لك تعال نشرب الخمر يا أذن بالله فشربت الخمر معه طاعة لذلك المخلوق فهذا خوفا من ذلك المخلوق
أدمان سيلدركين صدا إساتي جت كاتي مال دلق دي حرام كان دلق دي وهذا خوف ماذا وهذا خوف محرم. إذن أيها الأحبة الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم. حكمه حكم نسالة صرفه لغير الله ما هو شرك. كخوفي كتعظيمات يوجني قول يو ولي ويتي قول يو مخلوق ويتي قول يكون ماذا شركا أكبر مخرجا من الملة إسلام ما رانا مبات. خوفي عبادات أسر ربي إيساني وان براتي قولوا طاغوت يو صدات وان الدادة يو صدات. خوفي كم ربي صدات موك أبوك جنسا وان براتي قولنا نمت مشرك كافر تأجتون. خوفي لما الطا خوف طبيعي خوفي طبيعات كالخوف من العدو والخوف من النار والخوف من السبع ونحو ذلك. أكتلات صداته أكيبد صداته أكبرت صداته وذلك حكمه شرعا ما هو سلم حكمي نساء أقام شريعته ولا لمباح جدتنا أبجع لكني. الثالث من أقسام الخوف ماذا؟ خوف محرم وذلك كطاعة المخلوق في المعصية خوفا منه. أكمخلوقة قم ربا جدت إسا صداته واضح. مثلا يقول لك أبوك فكين أباك يتسينجي لا تصلي الصلوات الخمس أو لا تصلي الجماعة أو لا تقرأ كتاب التوحيد أو لا تقرأ في مركز السلفيين. مثلا مركز السلفيوتا تركتهن كرائيني سينجي مركز السلفيوتا تركتهن كرائيني أتبت كرتيكا سنة براتمو تجرات توحيد براتمو جرات. مثلا منعك أن تدرس في مركز أهل السنة مثلا تطيعه. لا طاعة لمخلوق لأن تعلم التوحيد والسنة توحيد برة سنة برة منهج سلفا برة واجب ولا ما واجب. فإذا أطاعته وقو أباخا كيوان كان كيستك آليقوتي خوفا منه أباك سدات تجتعنا هذا خوف ماذا محرم. كن خوفا محرم جدتنا. إذن يروك كان جنو قرو أباخاً كي أبوخاً صداتي أقاو قبضا مو لك جدت جلادي دو قبضا جلادي دو قبضا مو أقاو قبضا جلادي دو قبضا. مثلاً توحيداً كرهي سنجي سنن كرهي سنجي منحج سلفان كرهي سنجي تطيعه لا. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في إيه؟ في معصية الله. إيج وانجر تيجا مع سياك سدي مخلوق إيج تون إنجرتو. وبو كنا جنو غرو معناه كنا أباك أعرف سجت تودا. لا أباك أعرف سجت تودا ميت. أباك إنك لخبجة نبرسيفتا وان تجرتو أدا باستافي هكذا. أك كنا تدي مندر كمان ورتي تها أجت ما يعيد هذا الأقسام الثلاثة. ما إني ترين ودي بأقسام سدينا ما دوبني كان. طيب. نعم اي الخوف منقسم الى ثلاثه اقسام. احسن. خوف عباده وتعظيم. خوف عباده وتعظيم تمام. خوف طبيعي. خوف عباده وتعظيم صرفه ماذا صرفه لغير الله شرك اكبر مخرج عن من المله كانت العالم قبل فتت. طيب الثاني خوف طبيعي. اني لما فايش هي خوفا طبيعي. نعم هذا حكم شرع ما هو حكمي نساق ما شريعتي خوفي طبيعي هذا كأوما لأكوني جائز شريان الراس النور. مالك بنيس سداتي مالك شفتا سداتي تنجا ودودي موت جرتو خراقنا رشفتا جرن جنان وجوبة ديبي أتي ربي ديفتوان برا سداتي أتي قرتي مشرك يو سنجانو. لا خوفي قرتي قصوبة ساتي نمني مشركة وان برا تيقرون نورك ممالني خوف عبادات يخوني مو خوفا طبيعي. الثالث خوف محرم. جزاك الله خير بارك الله فيك. إذن انتهينا من أقسام ماذا أيها الحبة الخوف. واضح المثال واضح المسألة. طيب إيجا كن كإفات وتاتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة وسوى العبادة مصنفين
كان ملس ذكر الرجاء رجاء فادبته وذكر الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة كان هنداون ودبته جرى مصنفين جزاه الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى قد باب سنين رغبة وذكر التوكل توكل اللي دبت بل إنا واي توكلا نواقض الإسلام التي حاسن يا ربي فيه واضح للتوكل أقسام وللتوكل ونذكر منه لغة وشرعا بل إنا كان إراه حاسن تانا أقسم أمس رغبة وبوجان رغبة جتوني وان تتقه جالته محبة الوصول إلى الشيء المحبوب قال شيء سبرت جالت ما تهيسن اتقو بربادو رهبا وقوجا من ممال يوجد الخوف المثمر للهرب من الخوف لا فهي خوف مقرون بعمل رهبا وقوجا صداوه خوان سنرى ايسو ستفيد جدتون وان تقو صداته دي صدان ستي أرغمسون وان صداتسان الرئيسو ستفيد صدان وان صدات الرئيسو تتجيس ما الجانيني رهبا جان صداتسان تتجيس ترغم صداتسان الرئيسو صدان سمالي تتجيس وان صداتسان الرئيسو تتجيس فهذا يسمى ايه رهبا جان خشوع وقو جان مو افتتكيسو افتتكيسو وان إساب افتتكيسو سن قالي إساب إبلو تسجيسو افتتكيسو وان إساب افتتكيسو قدسو افتتكيسو يا جماعة واضح وان إساب افتتكيسو سن قدسو افتتكيسو أكسوما أمري إساب إبلو وان إنك أدري قرتي مرحبا جاني جالتو افتتكيسو مثلا وان ربي سأجج أوامر شريعة قرآن كيست أديثة كيست إيسا قرتي أججا خاندا برسي إفتدي كيستي أججا إيسا تقبلونكم مالجام مالجام مثلا قرآن كيست تحويرت في أججي ثلاثة في أججي سومن الزكاة جيل آخرين إيسا قرتي أججا خاندا برسي إفتدي كيستي إيسا كان قدس وفجت أججا سنتقبلون مالجام خشوع جاما أكسما إيسا قرتي أجاجك كان هذا برسو واسطي قدري أدرى إيسا سني مربا جتي آرور أبجاجك للل وانتو قصيتي أرغم إيسا قدرى كان ستي قدري في قدينو ما إيسا صداتي قدرى رب إيسا تقبلتي ما سخطة هندب بنيان أدرى سن من حيث أنه تقدير الله جمو وان قدر ما سنجبو فيك قدر جبو ولد وان قدر ما سنجبو فيك قدر جبو ولد واضي يا جماعة قدر سنجبني مال جامع واني كناكم خشوع جئما نمني قافة قر ربي ديمو لابد من لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء ربي خجيلا ربي عذاب ربي صداتا جراتون كن يافن قب أكا جئما جانبتك تعالش سنوران ايقم نمني قرتيقا خوفي في رجائي جدوتي أكا شندرو يوكاو اللاتي قفلا لما جدو بررتو توقب قفلان تكو صدا قفلان تكو خجيلا أتي جدو لمان كان بررت بين الخوف والرجاء معنان كان ربي صداتس نقطع عجل مرت جنة ربي خجلته حياء ورجنة هذه جتته جل مرت ربي رحمته في قدو خجلة سكتوا إسمه صداتا جد لمن كانت جراتا جتود خشيا وجو جنة صدا بكم سرتي هنداهتو مال جام خشيا جام الخوف المبني على العلم بدينا وان صداتو يو بيت مال جاما خشيا جام يو بدينا وان صداتو جبين وان صداتو يوم بين خشيان جامو
إنا باوجو جنة قرما ربي ديبي أوراق علي إساقر أوران واربين الرار أورج الرار أورجم أوران استعانا وجو جنة طلب العون ترقار سربي ربر بادو جتونا إيقا استعادة وجو جنة أقربين وانهم تراسي تكسو ربي ربر بادو جتونا استعانان استعاذان استغاثان شفاعان قلون دنو ما حكم طلبها من المخلوق ما حكم طلب الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والشفاعة من مخلوق فيه تفصيل فيه ماذا تفصيل إن كان فيما لا يقدر فيه الناس وأنم نكيسد بالدن دين يوتي فصرفه لغير الله ما هو ورب انت إن الاستعانة قرقار سبرباد وانت كبرباد ما الجمع شركي جمع وإن كان فيما يقدر فيه المخلوق وأن مخلوق ندن دؤيوته يجوز بأربعة شروط شرطي أفورين بقى قرقار سمخلوق الربرباد وأن مخلوق ندن دؤيوته مثالا قلت أرب إزارة جن نقر قارة طرب بيساكا أولا فونا ناقب نقر قاري ألفونا يوم جي هذا طلب العون ولا ما طلب العون قرقار سبر بادو جامو قرقار سبر بادو جام قرقار سبر بادو جام وان نمني كيستنا قرقارو دن دأمو وان نمني دن ديني وان نمني دن دأو جيتو لكن كان بشروط أربع نمني أوان كان نقرقاري ناودين كابي جونسون أن يكون حيا نما نبوك أبوتو وأن يكون حاضرا نما عسنا برجلو كان أقوتو وأن يكون قادرا نما وان كان نقرقاري ناقبوتو وأن أعتقد أنه سبب نمي تقرتي أن كابي جونكني سببات أنا أتها وان كان نقرتي نقرقاري ناقبو كيست مالاتا سببا ناتا جي يادون قب يو إننا قبو باتت كبرات رفينا قبات لا ليس مؤثرا بذاتي نمتك الرب تقرت سبب موان كان ناقبو ناته ملي ذات إساتي وما نقول مخلوقني لكن مخلوقني ما الوليتاء سبب وليتاء أجدت بهذا الشرط ماذا يصح واضح ولا ما واضح بقي معنا إقا أقسام الذبح والذبح عبادة وأقل عبادة دا. المكنس قودو وانقب إلى ثلاثة أقسام درا قودو وان سديت قودما إن شاء الله تعالى وان دبركان وان انقا أمات دبرت المراجعة قوتني برو أقسام ذبحي كنرى كنجل كأمنوتان حتى لا يقول عليكم أكسن رت نير النيف مراجعة داف كان هرقاف كان مرت قباب بني يو ربي فده متدري برنوتا خينيا أقسام يوكاوك ودوان ذبحيتين كنجلك ابن تانا هذا والله أعلم اللهم جعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنا يا ربي وروان كاري هبتي قليفي اتأمني هجير أولتي نملي برسيسي نمت دعوالي نمت قدي الدنيا اتدلقي آخرات اتملكه يا ربي نتاجر يا حي يا قيوم نما افيدي خلقك تنفيد يا رب نتاجر وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.